السلام عليكم وحياكم الله في مطبخ التي كلاب في الافنيوز. هذا الاسبوع مختلف عن الاسابيع الثانيه. عندنا شهر 7 عامه في تي كلاب، وهو الاحتفاليه بتاسيس تي كلاب، والسنه نحتفل بعيد تي كلاب ال14 لان تاسس في 2007. ونحمد الله ونشكره ان ما زلنا موجودين وما زلنا احنا معاكم. فبهالمناسبه احنا بنسوي منيو جديد بس حق هاي المناسبه. فاليوم بنسوي تجارب عليه، بنشوف ايش نقدر، الوصفات الجديده شنو، الافكار اللي عندنا. واذا عندكم بعد افكار حق البوب اب منيو خبرونا، ما عندكم اشكال بالعكس ناخذ افكاركم. الفكره العامه اللي موجوده الحين ان انا ببتدي اسوي اول منيو سويناه في تي كلاب في 2008. احنا فتحنا تي كلاب في 2007 لكن اول منيو نزل حق الاكل في 2008. فببتدي من المنيو الاولي وبنشوف شلون نقدر نطوره ونجيبه حق سنه 2021. اليوم في قائمه تي كلاب عندنا فوق 100 طبق موجود الواحد يقدر يختاره، بس يوم ابتدينا في 2007 2008 كان عندنا 6 اطباق بس موجوده في المنيو. فكان عندنا الله يسلمكم سلطتين، كان عندنا سلطه جرجير وسيزر سالاد، وكان عندنا ميني برجر، وكان عندنا باستا بوناليز، وعندنا الفريدو هاي 5، والسادسه كانت اللي هي الوينجز، كان عندنا بافلو وينجز. هذه 6 اطباق اللي ابتدينا فيها المانيو مال تي كلاب كل السنين اللي طافت. على مر الوقت بدينا نضيف اطباق كثيره واكثر واكثر، حتى وصلنا في سنه 2016 ل 239 طبق في المانيو. اول شيء اليوم بجربه حق المانيو الجديد عينه جديده سويتها، خليتها ترتاح وحطيتها داخل الفرن. الفرن الحجر هي قاعد تستوي، تبونها النقطة ذي الصغيرة، فان شاء الله بنذوقها وبعدين بنشوف ايش نقدر نسوي فيها كفلات بريدز. والفلات بريدز وايد حلوة حق المشاركة ونقدر نبتدي فيها. ما شاء الله طلع لونها وايد حلو. بنجربها، عندنا خبزة حارة ما تتجود، بنجربها مع زيت زيتون مدخن، نشوف طعمها وبعدين نشوف شلون نقدر نطورها. السر حق اي خبز اذا تبونه يطلع فيه فقاعات ان تخلون العينه ترتاح، كل ما ارتاحت العينه كل ما خذ الخميره راحته، وقت الطباخ بتكون لنا الهواء ذي اللي موجود داخل الخبز. مره سريعه هني عندنا في البيستري، والحين بنقصص هذه الكيكه العجيبه، هاي من احلى الكيكات اللي عندنا هنا في التي كلوب. واعتبرنا بيان البيس كلش خفيف والفلين كامل كله مكسرات، هاي كله مكسرات 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 مكسرات. يبتدي الجد لان بنبتدي نسوي اول فرايد بريد. جربنا العينه عرفنا انها هي جميله طعمها صح، الحين بنبتدي نحط عليها مكونات. عاده انا عندي تيستينج بروسيس، فالعينه جربناها بروحها، اذا جربنا نضيف عليها شيء عجبنا ما عجبنا نقدم فيه. فالحين بنحط اول فلين، هني حطيت عليها ما يسلمكم زبد في ثوم وعليه بصل، بدخلها في الفرن بطلعها بشوف شنو التوبنز اللي اقدر اضيفها. فابتدي اسوي التجربه لاير فوق لاير لاير فوق لاير لين يطلع عندي الطبق النهائي اللي انا عاجبني. الحين عندنا الفلات بريد بنحطه على الفرن، اذا عندنا افران مثل دي افران لازم نحطها في اعمق مقام داخل الفرن ونخليه داخل ونخليه يطبخ. عندنا الحرارة دائما من اتجاه واحد، فعقب شوي لازم نبتدي نفرها 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 لين نتأكد من سواها. وهذه الفرة طريقة نفرها عشان نوزع الحرارة اللي موجودة. نحتاج لون نقدمها زيادة عند النار مثل هاي الطريقة، تشوفونها حالاتها تحترق من فوق. والفكرة اني حطيت عليها بصل لان كنت ابي يحترق، ما شفته البصل انطبخ. وهني قاعد احط طماطم فريش، هاي الطماطم الله يسلمك مو فريش، منقوع ناقع بزيت زيتون مع ريحان وشوية ثوم وشوية اعشاب عشان يعطيني طعم مطبوخ وطعم مو مطبوخ. والحين بنحط معجون البيستو المخفف، هاي بيستو بحريني سويناه هني عندنا في المطعم. البيستو كلش سهل والريحان متوفر عندنا في البحرين في كل موسم. فعقب عقب البيستو بناخذ زيت زيتون رشه سريعه، وعندنا بنحط شويه اعشاب
And can I have lemon zest, please? Can I have the zester? Yes. آخر شيء finishing touch بنحط له هو قشر الليمون عشان يعطينا طعم وريحة كلش مختلفة. الحين ما علينا إلا نجربه ونشوف إذا نحطه في الماني ولا لا. عندي الحين طبق الفلات بريد وعلينا إلا نجربه ونسوي له approval حق المانيو الجديد. كل يوم بنجرب أشياء جديدة لين نطلق لكم إن شاء الله المانيو الpop up. وإذا في خاطركم شيء خبرونا، ما يصير خاطركم إلا طيب.